بتقول لي يا دكتورة أنا حاولت الانتحار. تقول لي كده يا دكتورة أنا حاولت الانتحار. خليني أقرأ لكم بالظبط هي كانت كاتبه لي إيه، وأنا يعني هرد عليها إيه، وعاملة الحلقة دي علشان المشكلة دي. أنا حاولت الانتحار الأسبوع اللي فات بسبب إن كل اللي حواليا بيجرحوني وبيهنوني وبيسخروا مني، وأنا مش بعرف أرد، ولا بعرف أرد عليهم في ساعتها ولا أي حاجة. بس لما بقعد مع نفسي وأرجع الاقي دمي شاط ودمي اتحرق، ولقيتني بعرف ارد واقول واعيد الموقف تاني، وابقى نفسي فعلا ارد بس ما ببقاش عارفه. ده انا بقول لك حتى وانا صغيره اهلي واخواتي كانوا بيضحكوا عليا ويسخروا مني وبيهنوني وبيجرحوني، بنات خالتي كانوا بيضحكوا العيله كلها عليا. فجالها نوع من ايه؟ خلاص انا كارهه الدنيا. دي موقف بقى زوج يعمله، يعني هي جت عليه يا عيني ما الدنيا كلها، بس هي جت فيه خلاص قررت تاني حياتها. لكن الحمد لله ربنا نجاها وسبحان الله. انا بقول لكم الاستشارات اللي بتبقى زي ديت، يعني انا حكيت لكم موقف تاني وبرده الاستشار دي كان موقفها عجيب عجيب جدا. يعني معلش يعني تروح من البيت مثلا الساعه واحدة، ولا عبال ما تخلصوا بقى واحدة ونص ولا اتنين، وبعدين ساعه، وبعدين ياذن الفجر وهنقوم قبل الفجر ولا ساعتين، فالموضوع يعني وقت قليل. لكن انك تقوم من النوم الساعه 3 عشان ارد على موبايل، او روح يرد على الموبايل وبص الاقي رن كتير جدا وانا ما بردش على ماسنجر اصلا، ورد وتقول لي انا لسه سايبه دلوقتي السجاده وبدعي ان ربنا انك تقوم. قلت لها قومني والله، قلت لها والله دعائي قمت، والله قمت عشان اردي. الحاجات دي انا ما بعدهاش كده بقول لكم، يعني وبتاثر فيا تاثير شديد جدا. واعلم ان الله عز وجل سخرني يعني سبحان الله في خدمه الامه ديت، قومي ردي على فلانه. وقول سبحان الله احنا عندنا الحاجات بنرد بترتيب الوصول، لكن لما تبقى في حاله انتحار او طلاق او خراب بقى وبتاع، وتقول لك مجلس الرجاله قاعد دلوقتي لازم تحضرينا، ده اللي ما بناخدهاش بدون ترتيب. فتحول الانتحار عشان الناس اللي بيأذوا، لا المستفزين دول تعالوا ما نشوف هنعمل فيهم ايه. الناس المستفزه دي، الناس اللي بترد وتنططك كده وانت قاعد وما انتش عارف تعمل ايه، او تحرجك او تهينك في وسط. النهارده هنعرف نتعامل ازاي. ناس كتير بتأذينا بكلامها وتجرحنا بهمزها ولمزها، بتحاول تحرجك في اي موقف او تصغر منك وتقلل منك، يحاولوا يخلوكي سخريه قدام الاخرين. الناس دي بنقابلهم كتير في حياتنا على فكرة، ولو معرفتش ترد عليهم وتوقفهم عند حدهم بيتمادوا. طب نتصرف معاهم ازاي، وازاي خليهم ما يسخروش اصلا، وازاي ما يخليهمش يسيئوا، وقف الاساءة. الناس المستفزة دي نعمل معها ايه ونتعامل معها ازاي، ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. نسمي الله بقى واللي معاه ورقة وقلم بيكتب، واللي ما معهوش ورقة وقلم وبيسمع ويعيد الحلقة. اتفقين على الكلام ده؟ بس قبل ما ابتدي لكم واقول لكم الاهانه ازاي وايه السبل وايه الخطوات، عن 6 خطوات تحفه جدا نقولهم النهارده. تعالى ما اقول لكم ردود بعض الناس كده، يقول لك يعني ايه الرد بجماله بسرعته، ساعه ما يتقلك تقوم جاي ردد بسرعه. واحد حب يهين المتنبي فبيقول له رايتك من بعيد فظننتك امراه، فرد عليه المتنبي ساعتها، ما ده الجمال بقى السرعه، قال له وانا رايتك من بعيد فظننتك رجلا. ايه رايكم؟ لسه واحد بيقول لجحا يا جحا عرفتك من حمارك، شفت فقلت انت جحا، قال له هكذا الحمير بتعرف بعضها ما تقلقش. واحد بيقول للمراه انتوا بتتكلموا كتير قوي ورغيين قوي، احنا بنتكلم اقل منكم. قالت اه صح، بس احنا بنضطر نعيد الكلام ونكرره عشان اللي قدامنا يستوعب ويفهم. قال لها قصدك ايه يعني، احنا ما بنفهمش، تقصدي ايه، تقصدي كده يعني؟ قالت له اهو شوف اديني هعيد الكلام تاني عشان عشان تفهم. رد بس ايه، احنا عنواننا وسقفنا بأدب وبأخلاق وباحترام، لا غلط ولا انزل لمستوى الإهانة اللي قدامي بيهنهالي، ولا أنقص من درجة ولا ميزان حسناتي. وهنقول لكم دلوقتي ده ازاي. بيحكوا القصة بتاعت نيلسون مانديلا، بيقول واحد كان بيتنمر عليه أستاذه في الجامعة أو كده، هو بيتنمر عليه وأنت بيقول ما ينفعش الخنازير تقعد جنب الطيور، قال له صح عشان كده أنا هطير وأسيب لك المكان. سرعة الرد، فن الرد احنا مفتقدين، فن الكلام. الرد دي مهارة، وده الحاجة الحلوة الحمد لله، يعني ايه سهل تعلمها اه، سهل اكتسابها اه، كمان مهارة تراكمية، خبرات وايام. فن الكلام ذات نفسه السنين اللي بتعلمها من اهلي والكلام ده بتفرق طبعا في الرد، لحد اللي عنده فكرة واللي عنده معلومات وكده. فن الرد
تعرفين جماله في ايه؟ ان يكون في وقتها الله في ساعتها الرد المسكت، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت. انا حميت قال له لا انا بحيا، ده واحد هو اتحكمت عليه بالموت والتاني سبته صاحي فانا بحيا، قال له لا لا لا، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، بهت رد المسكت كده اللي على طول في ساعتها. اللي يكون في وقتها، وقت ما يتعرض عليك الموقف في ساعتها ترد، مش بعدها بسنه بقى وتفضلي تأدبي نفسك بقى، ويا ريتني كنت عملت، يا ريتني رديت، وبهدلوني وعملوني وصغروا مني. لا. في نقطه كمان، ان معظمنا اتعلم الكلام من اللي حواليه. فبيعمل ايه؟ بيلقط. عارفين المغناطيس اللي عمال يلقط الالفاظ والردود ويبقى صوره منسوخه من اللي حواليه؟ لا. احنا في حلقتنا النهارده هنتعلم ازاي نرد بأفضل الكلمات، ونرد بطريقة صحيحة، وما ننزلش لمستوى الإهانة، وخصوصا لو حد أذانا أو جرحنا بكلماته نرد بأدب، ونفحم من قدامنا، لازم نفحم طبعا بس بأدب زي ما قلت لكم، ونعرفه إنه غلط، أنت غلطت يا عم الحاج، والله غلطت يا بنتي وغلطتي لما قلتي كده، بدون أنت ما تغلطي. ودي مهارة بيعلموها للسياسيين والدبلوماسيين والإداريين، زي خاطب الجماهير من غير ما تغلط. احنا بقى النهارده هنتعلمها عشان نعرف نعيش، عشان الدنيا كلها لازم نتعلم ازاي نرد، ونوقف الناس اللي بيأذونا بكلامهم على فكره. بايه واحنا ما شاء الله عاملين دماغ ببرود اعصاب تامه كده وجميله، عاملين دماغ كده، ويبقى اللي قدامنا ده نوصله لمرحله يقول لنفسه يا ريتني ما اسأت، يا ريتني ما جيت جنبه، يا ده دي ما حدش نعرف نخلص منهم، بالادب والذوق والاحترام. انتوا عارفين اهانه زي ايه؟ تعالوا ما نعطي مثال. إهانة لما تبقى لسه جاية كده من أهل زوجك مثلا، أو أصحابك أو مديرك في العمل أو كده، لازم حد في المحيط بتاعك، أو حد في محيط العمل بتاعه يبقى جاي بيقدم على وظيفة مثلا، ويقول له الجامعة بتاعتك دي لازم تكون فخورة بيك جدا، أنت وصلت الوظيفة أصلا ما بيتقدم لهاش خريجين الجامعة دي، تتعلمها ترتيبها العالمي تحت الصفر أصلا. هي دي بيمدح ولا 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 بيهين؟ دي اهانه غير مباشره. انت كويس عشان وصلت للمكان ده، بس جامعتك ما بتطلعش، انت طالع فلته يعني. خلي بالكم، ما في اهانه مباشره وفي غير مباشره كده متغلفه، هنعرف نرد على ده برضه. المفروض لو الواحد تفكيره بقى يعني يقول لا ده بمدح ليه، لكن لا في الحقيقه لا، ده ذم للجامعه، الرد الامثل. هديكم شويه حاجات وبعدين نحط الاسس عشان بس نعرف. فكروا معايا في ثواني كده، لو انتوا معايا في قاعه محاضرات كنا زمان عشنا حياتنا. ثواني كده، ندي فانتوا ثانيه، واحد اتنين تلات ثواني، يلا افتكروا ايه الرد. الجامعه ايه اللي فخوره؟ ده انا اللي ممتن لجامعتي ومدينتي، ده الرد. حاجه بعمل ايه؟ بقوم جاي مش قولبه، ده انا بقلب، مش اصلي بالك قاعد تقول لك قلتي على نموذج لا النموذج القولبه حاجه ثانيه، هو قالب الكلام على طول. انا اللي فخور بيهم، انهم غرزوا فيا وعلموني ان انا اكون شخص طموح واوصل لمكانه ووظيفه اللي فيها هنا، ومبقاش في فرق بيني، الله بقى بصوا الاسقاطات، فرق بيني وبين خريجين الجامعات التانيه زي حضرتك وغيرك وغيرك، وان شاء الله استمر في الاجتهاد واوصل لاعلى من كده باذن الله، او البوزيشن اللي انا فيه ده ما اكتفيش فيه. وضحكه ابتسامه خفيفه بس بلاش مش قوي كده يعني على الوش. انا بعمل ايه؟ انا عرفت ان انا فهمت انت بتقول ايه، وما سمحتش ولو بجزء صغير من الاهانه. وفي حاجه تانية كمان اجمل من كده كمان، ايه؟ خلي بالك انا جيت في الجامعه اللي انت اصلا فخور بيها، جامعتك انت كمان عملت ايه؟ يعني اديت بالطريقه كده وبالعاده، غلطت قلت حاجه تؤخذ عليا. لا، واحده مخطوبه بقى لها شهرين وحماتها جات لها زياره مرة وتاني مرة، عزمت المخطوبة وأهلها والكلام ده وراحوا، وبعد الأكل خدت العروسة كده على جنب وتقول لها إيه دي مختلفة تماما عن عيلتك صراحة، ومؤدبة ما شاء الله كتير وما شاء وكلامك طيب، وعمالة تزكي فيه، رغم إنك جاية من منطقة، ودي فعلا دي مشكلة حاصلة، جاية من منطقة السكن الناس فيها معروفين بلسانهم طبعا يعني يعني ادتهم لها كده بالطريقه، وطبعا البنت بص ترجع اللي كلته. ايه احسن رد هنا؟ ها؟ انتوا عارفين ميزه حلقتنا النهارده ان احنا بنجيب امثله عشان ما تقوليش ايه، لا انا بقول لك اهو احسن رد ايه؟ حضرتك تقصدي ان لسانهم بينقط سكر زي كده صح؟ ربنا يكرمك والله يا حاجه، والحمد لله ان ربنا وصل لك الامر ده. لما بيسمعوا حد يغلط فيهم بيلزموه حده، الا لو كان شخص كبير في السن المفروض له احترام، واحنا نتعلم منه الاحترام.
بس بيكتفوا بالصمت زي ما انا هسكت دلوقتي ووشي بيضحك سمايل. عملتي ايه؟ رديتي بأدب وباحترام واديت اشاره كده، عارفه كده، رميت الكره هناك في الملعب ده. خلي بالكم، خلي بالكم، محدش يتعدى ولا يهين ولا تسمحي لحد. امتى ارد وامتى اسكت؟ تعالى اما اقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره، بيقول ان رجل شتم سيدنا ابو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم، سيدنا ابو بكر ما بيردش. فلما اكثر الرجل الكافر، لما اكثر الشتيم على سيدنا ابو بكر، فايه، خلاص غضب سيدنا بقى، فرد عليه سيدنا ابو بكر. انا عايزه اقول لكم يعني لولا ان احنا في برنامج وعلى الهوى ونحن نساء، ان سيدنا ابو بكر رد عليه رد يستحي الناس، مش عايزه اقولها كلمه بالتركي هنا كده، رد صعب جدا، صعب كده، جامد جدا رد سيدنا ابو بكر. ورجعوا للسيره وتعرفوا هو قال ايه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو قال، عشان هو رد. هو احنا ما بنعرفش نرد؟ بنعرف. قال لا، ده احنا بنعرف وبنقول ومش عارف، لكن الله عز وجل مين يدافع عن الذين امنوا؟ رد عني انت يا رب، بس لازم لو الامر تمادى اوقفك عند حدك. لا، خلي بالكم ايه اللي حصل. قام فجري وراه سيدنا ابو بكر، قال له يا رسول الله كان يشتمني وانت جالس، فلما رددت عليه بعد قوله غضبت وقمت. قال ان كان معك ملك، الاول كان معك ملك بيرد عنك، فلما رددت عليه، لما انت رديت خلاص مشي الملك وجه الشيطان، وانا ما اقعدش مكان في شيطان. العبره هنا ايه؟ ما تردش الاساءه على ناس حاقدين كارهين، وهنقول الكلام ده في الخطوات بتاعتنا ان شاء الله. واصلا انت لو رديت ردك مش هينفعهم. ما فيش منفعه، ده كافر مش نافع اصلا، هو كاره وحاقد عليك وعايزك كذا، فما فيش منفعه هتيجي من الرد، بعكس الموقف اللي هنشرحها بعد كده. يبقى هنا اعمل ايه؟ ما ردش خلاص. موقف تاني، موقف بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت دخل رهط من اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا السام، ما مش السلام، السام الله عليك، يعني الموت لك يا محمد. ففهمت السيدة عائشة، اللهم بارك، سيدة عائشة كانت بيقول لك يسأل عن الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يرجعوا للسيدة عائشة. قالت لهم وعليكم السم واللعنة، تشم زوجها بقى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، الله الله يا عائشة، الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم، أنا أنت ما سمعتينيش وأنا رديت السلام عليكم. قلت لهم وعليكم. العبرة هنا إيه أو إيه اللي نستفاده؟ دايما طلعوا أطلع إيه من الحديث، ونعلم أولادنا كده على فكرة، في رد بالمثل، بس نكتفي الكلمة وعليكم لا أكتر ولا أقل، لان في ضرر هم جاي متعدي وعليكم خلاص خلصت. في وقت ينفع ارد وفي وقت ما ينفعش ارد، وفي وقت اقول كلمه بس. طب في سبب يا جماعه عرفونا بجد، يعني هل في سبب الناس اللي دافع للناس اللي بيؤذونا دول، بيهنونا وبيجرحوا فينا وبيستفزونا، في سبب لكده عشان يهنوك؟ ركزوا معايا بقى، عشان لما نعرف الدوافع هعرف اتعامل مع الشخصيه، واعرف اتعامل مع الناس اللي قدامي ازاي، واتصرف على الاساس ده. في نوع، وده اول نوع، بيجرحك او بيأذيك ويسيء اليك بس مش بيكرهك، هو خايف عليك، فايه عامل ايه؟ عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها وهكذا، ويجرحك بكلامه على فكره ويؤذيك بالكلام، بس انت متاكد ان الشخص ده بيحبك وبيطلع الكلام ده من حبه فيك. زي مين؟ زي ابوك وامك اللي مش عارفين في التربيه، زي اللي صاحبك مثلا في الشغل، ولا صديق مقرب، يعني زي الناس دي. هو بيقول من عشم انا بقول، بيقوم وممكن يحرجك على فكره، يمكن يحرجك. ليه؟ لانه اساء استخدام الاسلوب المناسب عشان يوجهك بيه، او علشان تتعامل تعامل صحيح. طيب اعمل ايه مع النوعيه اللي زي دي؟ هو احرجني، يعني نتجاهل، بس لازم انبه. ليه؟ لان انت مش هترد عليه، ولا لا ده ولا غيره، الرد بالاهانه ينقص منك، وهقول لك امتى ترد. بس نتجاهل، بس ليه؟ لانك انت مش هترد بالمثل، انت عارف ان الشخص ده من جواه ما بيكرهك، مش بيكرهك، ولا في قلبه ضغينه ليك، ولا الكلام ده، ولا عايز احراجك وقاصد لا لا لا، ده بس هو عايز ينصحك بس اساء الاستخدام. فقط بعمل بنبهه واقول له ان انا مش بحب الاسلوب ده، وجنبني النصيحة في العلن، ما ينفعش كده، وأنا لا أقبل الإهانة بالشكل ده، وقول له بكل صراحة، والصراحة مع الناس اللي زين إن هم فعلا ما بيبقوش قاصدين يأذوك،
انا ما بحبش اللي انت عملته دوت والوقت الفلاني ده، فمن فضلك لو سمحت نكون يعني ايه اكتر هدوء في المره الجايه، ويا ريت يعني ما تنصحنيش في العلن كده، وما تقومش يعني انك تهني تاني ولا الكلام ده، لا قدام الناس ولا حتى بيني لا لا معلش، في حاجه جلسه هاديه كده وتقول له، لان انت عارف نيته. ده نوع نادر جدا لما تلاقي كده، الا اذا كان الاقارب المقربين بقى، الناس اللي هم الدايره المحيطه بيك. طيب في نوع تاني بيجرحك وبيأذيك وبيحول الإساءة ليك وأهانتك عشان أصلا يسخر منك أو يضحك عليك الناس. آه يضحك عليك الناس. عادة بيبقى النوعية دي أصلا فاقدة ثقة في نفسها وعايزة تلفت الأنظار ليها، فيعمل إيه؟ يجمعوا الناس حواليهم بإيه؟ لا وبقى هو أي حاجة، يقوم جاي ماسكك كده وتريقة وإحراج ويعيب عليك ومش عارفة وإيه وأنت إيه وأنت شفت إيه وأنت عملت إيه؟ شوفيكي مثلا في شلة في الجامعة ولا صاحباتك تقعد تتريق عليك وتبهدل عليكي وكذا وكذا وكذا. تمام؟ أو مش بس ممكن في العيلة كمان حد بيحصل ده. هم بيسخروا منك، حاسين إن هم أصلا عايزين اهتمام فيقوموا جايين ضاحكين على الناس. النوع ده نتعامل معاه ازاي؟ بالطريقه اللي انا هقولها لكم دي. اول حاجه بتبين ان انا اتضايقت. على فكره الكلام ده ضايقني. منين؟ تعبيرات الوش. بص تعبيرات الوش، انا مش بتحدث بطريقه او بتكلم بطريقه بتتكلم على البادي لانجوج بتاعتي وتعبيرات الوش بس، لا. بصوا ازاي؟ انا ظهري مستقيم كده ومفروده، ها؟ وفي وضعيه المسيطر، واخلي الكتفين مفرودين كده، اسمعوا اللي بقول لكم عليه، ورقبتي كده مفروده مش عامله كده ومستكين وظهري مقوس وصغر جسمي كده واقول بالوضعيه، لا كده ووشي واتكلم بكل شجاعه وبقوه وبكل قوه شخصيه. اللي انت بتعمله ده اذاني، وابص في عينه مباشر، مبص في عين اللي بيسخر مني ده. ركزوا معايا، اول حاجه القعده او الوقفه وابص في عينه مباشره من غير تعبيرات وجه قوي، لا غاضبه ولا حزينه عشان يعرف ان هو كسرني، لا لا بتعبير غضب او ولا بتعبير حزن، خلي بالكم، وخلي وشي خالي من التعبيرات على الاثنين دول. كام ثانيه؟ من 10 ل 15 ثانيه بالكثير، 5 ثواني 10 ثواني كده، وابص كده. الكلام ده اذاني على فكره، وانا لا ارض ابدا انك تكلمني بالامر ده. اول ما هتعمل كده الشخص هيعرف انت انزعجت، بان عليك خلاص، بان عليك خلاص، وان انك انت عملت موقف فيه اهانه ليا. لا، واعمل ايه؟ اقوم جاي موجهه على طول. وبعد لما اسكت، انا بصيت له وفارد نفسي وبصيت له وساكت وبصيت بدون غضب وبدون اي حتى وسكت وبصيت له. اللي انت بتعمله ده انا لا ارضاه، الاسلوب ده انا بحبوش، غير الموضوع على طول، لان هو قاصد يحرج عشان يبان يعني نقص عنده او عايز يلفت نظر او عايزه تلفت نظر وخلاص. النوع الثالث، ها، اللي بيقوم اصلا عشان يحرجك او يسيء اليك او يهينك او يستفزك. الناس المستفزه، في شخصيات مستفزه رهيبه، بيكون معظمهم بنقابلهم من النوعيه الثالثه اللي انا هحكي لكم عنها. عايز يعوض نقص جواه، فيعمل ايه؟ فيستفزك قدام الناس عشان يعوض النقص اللي جواه. شايفك حاجه عاليه، شايفك حاجه كذا، عنده نقص، مش مكتمل نفسيا خلاص، ويستمد القوه بقى من ايه؟ ان هو يسخر منك او يقلل منك او يهينك عشان بس ايه؟ يصرف الانتباه عن النقص اصلا اللي هو حاسس بيه، ويخلي الجميع ما ولا يحسوا، ما احنا هركز على الضحك والحاجات والسخريه منك فمش هيركزوا معاه. نتعامل معاهم ازاي؟ انا بقول لك الموقف، اقول لك عشان تكتبه، اكتبوا الكلام ده مهم جدا. هنسأل أسئلة بسيطة جدا جدا وقدام الناس، وقدام الناس اللي أحرجك قدامهم، وأسألك إيه؟ اسأل أسئلة، هو أنت بتتعمد إنك تهني؟ هو أنت قصدك ده سؤال وتقولي كده ودايما مفروضة ما أنتش متنية ومكسورة ولا كذا؟ لا، ولا تبان عليكي قلق لا لا، في ثبات. هو أنت بتحاولي تهنيني؟ وما أقولش وأنا ماسكة كده، ولا أقول وأنا عاملة كده، ولا أقول وأنا، أنت بتحاولي تهنيني؟ أي إيدي كده، إيدي مفتوحة ليه؟ علشان اجهد، انا فاتحه عشان اسمع منك. الكلام واضح. هو انت بتحاولي تحرجيني؟ بتحاولي تحرجيني يعني؟ واسال السؤال ده بنوع من ملامح الغضب والسيطره على الموقف، بس ما حسسش ان انا غضبت فنولت لك مرادك، لا.
انت بتحاولي تهني، وانا عمري ما هنزل المستوى ده ابدا، وعمري ما هقبل ولا هقول الكلام اللي انت قلتيه ده. قلت له ده ما يعني واحد اتنين تلاتة نوع رابع مثلا من الاسئله. لحظه لحظه، وانت بتعملي ايه؟ انت بتهزري معايا؟ بتهزري؟ طب استحاله تكوني بتكلمي جد على فكره، استحاله تكوني ابدا. انا ما اصدق ولا هصدق انك بتتكلمي بجد، اصلا انا مش بقبل الاسلوب ده في التعامل، لا جد ولا هزار. خلاص خلصت. اسقاط الاسئله بيوقف اللي قدامك، لان الكل بيستنى منه اجابه على طول على طول على طول على طول. في نوع رابع من الناس بتعمل بتتعمد احراجك او ان هي تسيء اليك، حقد عليك، كرهاك لشخصك اصلا. دول تتعامل معاهم ولا كانهم موجودين اصلا، بس توقفوا وتوجه لهم برضه انت بتحاول تهيني، انا ما بقبلش الكلام ده ولا بقبل حد يعاملني بالاسلوب ده، وانا عمري ما هنزل واقول زيك. انا ممكن ارد واعمل، بس انا مش هنزل ولا اقول الكلام ده، فمن فضلك انتهي عن الوضع ده. انت بتحاول تحرجني، انت قصدك تسيء ليا، انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ونتجاهل ليه؟ لانه مسموم من ناحيتك اصلا، كرهك وكره حاجه تمسك ولا حاجه تفرحك ولا كده. دي الناس فعلا علاقتهم بتسمم القلب وتسمم البدن، نبعد عنهم، وقفهم عند حده. طب ايه هي الخطوات؟ ها خطوات الرد بقى على الاهانه او الاساءه او الناس المستفزه. ها تعالوا معايا، شوفوا معايا كده 6 خطوات وخلوا بالكم منها بالله عليكم، سهله وبسيطه ومجربه وساعدت ناس كتيره جدا جدا. اول حاجه انا بسكت ساعه ما بسمع كده والناس بتتكلم وكذا وكذا، انا حتى لو كنت بتكلم انتهي تماما عن الكلام. البادي لانجوج بتاعتي كده ببص في العين مباشره، ولا وساكته بتاع حوالي ال5 ثواني دول. ليه؟ في حاجه غلط حصلت. انت لما تعمل كده وتوصلهم لمرحله يتمنوا يا ريتنا ما اسأنا، يا ريتنا ما اتكلمنا، يا ريتنا مش عارفه ايه، وانت هادي وانت هادي كل ده، وانت هادي وعامل دماغ بيسمع نفسك، اتزان انفعالي مش انت بتقول لا وتسيبك وتعيطي بقى لا، ده في ذكاء وجداني في التعامل وكذا وقالوا عجاز واسف ازاي تقولي ولا كذا ولا تعيطي ولا تعملي ولا تقهري نفسك ولا الكلام ده خالص. اثبتي قبل ما اقول لك تعملي ايه بعد الوقفه دي وبعد الكلام ده، عايزاكي تركزي كده في المواقف اللي فعلا عدت عليكي. وانا بقول لك الحلقه دي كده النهارده وانا بتكلم معاكي، هاتي ورقه وقلم واكتبي المواقف اللي ضايقتك، 1 2 3 4 5، الموقف اللي حرق الدم 200، اللي مش عارفه ايه، وانت ما رديتيش ولا خدتي فيها موقف وتكررت الاهانات بعديها. حطي 5 6 7 8 مواقف، وبعدين اكتبي كان ممكن ارد بايه، 1 2 3، ورقه وقلم، كان ممكن ارد بايه، 1 2 3. تعملي كده حصيله حصيله، اقول ايه من غير ما تفقدي اعصابك، واكتبي كده 15 10 ردود 20 رد كده على كل موقف عدى عليكي وانت ما عرفتيش تعمليه. الناس اللي بتحب تحكي في كده واحكي الردود والكلام ده، وخلي بالك من لغه جسدك عامله ازاي ونبره صوتك عامله ازاي، اتزان انفعالي زي ما قلنا. الناس اللي بتحب تكتب تكتب، الناس اللي بتحب تسجل نفسها وبعدين تتفرج على نفسها تشوف المقطع كده، اي حاجه اينو، بس ابتدي، دي اول خطوه. تاني خطوه خطوه السكوت، زي ما قلت لكم اسكت شويه كده 5 ثواني 10 ثواني، ولما هو بيهين وانا وقفت الكلام بلاش تتفاعل مع رد فعل على الكلام الا بعد 10 ثواني، وبص له كده زي ما قلت في عينه مباشره وباستفهام، بصه لا عدائيه ولا متردده ولا خايفه ولا غير واثقه زي ما قلت لك كده، واقفه وكتفينك مفرودين وظهرك مفرود وعينك مباشره كده. انتوا عارفين موضوع الصمت دوت بيعمل ايه؟ له فايدتين. اول فايده ان انت بتاخد نفس بصوره منتظمه كده، ان التنفس الهادي اللي بقولك يساعدك اصلا على التحكم في اعصابك وانك انت ما تغلطش، ويساعدك اصلا ان انت ما تفقدش تركيزك وتعرف ترد هتقول ايه. تعرفين سيدنا ابو بكر كان بيحط يعني حجر تحت لسانه كده عشان قبل ما يتكلم يطلع ايده فرصه. في كان خاصية اسمها ان انت تقول مخرج حرف اللام، ال طرف اللسان مع سقف ال مع سقف الثنايا العليا، ال دي وانا هقعد اقول ال واقعد اقول ال، او لا اله الا الله كلها لامات كلها لامات. ليه؟ ادي لنفسك تتنفس وتدي فرصة انك انت تفضل مركز. الفايدة التانية للسكوت بتاع ال5 ثواني ولا ال10 ثواني ده،
ان فتره الصمت دي مهمه جدا في فن الرد اصلا على الاهانه دي. يجب انها تستغل الفتره دي عشان تعرف دافع الشخص اللي قدامك، يدي فرصه لنفسك تفكر هو كان بيهينك ليه ويستفزك ليه، هيساعدك انك ترد وتعرف الشخصيه وانهي نوع من الاربعه اللي حكينا عنهم، ترد بطريقه عقلانيه. الخطوه الثالثه انك انت لما تيجي بقى بتساله وتاكد فعلا هو انت كنت قاصد تهني، ودي بقولت لكم نتائجها مجربه مجربه، بعد فتره الصمت بتساله عشان تتاكد هو انت فعلا قصد تهني، وانت كنت تقصدي دي اهانتي، وتقول له كده انت مدركه انت قلتي ايه، انت مدركه انت قلتي ايه، او هو انت مدرك انت قلت ايه، انت متاكده اصلا من اللي انت بتقوليه ده. شوف انا بعمل ايه، كلها اسئله اهي، كلها اسئله. وبعدين حاول استغلال جوابه عشان تعرف هو يقصد ايه، يقصد اهانه ولا اساءه ولا تجريح ولا ايه، وبعدين نرد. الخطوه دي ذكيه جدا جدا، وبتديك فرصه انك انت تفكر، وتديك فرصه انك تبقى عندك نوع من الاتزان، وبتدي له فرصه يراجع نفسه، ها هيكمل في الاهانه ولا قرر ينسحب. هو ده الصمت اصلا بيبين ان انت شخص عقلاني، وان مش بيتم استفزازك بسهوله، لا لا مش انا اللي بسهوله كده. وفي كلتا الحالتين سواء قرر يتراجع على الاهانه او كمل، يعني قرر ان هو يكمل فيها، انت الفايز، الموقف في صالحك اصلا. ليه؟ لانك هتبقى الشخص اصلا صاحب السيطره على الموقف بسكوتك ورده الفعل وسؤالك، انت متاكد، انت مدركه انت بتقولي ايه. في حال تراجعه بقى هو عن الاهانه وقرر اصلا ان هو يعتذر والكلام ده وصاحب كلامه، خلاص هتبقى انت الشخص اللي بين انا ما بنفعلش بسهوله، ما اثرتش فيا الامر ده، عرفت ارد، انا صاحب الكاريزما والقوه في الموقف ده. لكن لو زود اهانته بقى وعمل وزاد بقى والرد وكده، نروح بقى الخطوه اللي بعديها، خطوه رقم 4، فن الرد والكلام على الناس اللي بتهين وبتستفزك واللي بتقطعك في الحديث وبتحاول تصغر وتقلل منك. لو زاد وتمادى وسالته واكد لك بالفعل نيته السيئه ان هو فعلا نيته كذا، اه وانت تستاهل وانت كذا وانت كذا، ما تخلوش يكمل كلامه، قطعه لو سمحت. انا لا يمكن اسمح لك تكمل بطريقه ذكيه عشان ما يتمداش اكتر ولا يتعدى عليك اكتر ولا يقلل من احترامك، وقفه. الخطوه الخامسه، عبر عن الاستياء. انا مستاء جدا على فكره من اللي انت قلته ده، اللي انت قلته ده بيأثر عليا بالسلب، انت مش عارف انت بتقول ايه، وانا لا اقبل ابدا الاسلوب زي ده في الاهانه او في الكلام او في الحوار حتى، انا برفض الكلام اللي انت استخدمته ده بطريقه راقيه وبطريقه انت مش من حقك اصلا انك تكلمني بالطريقه دي اي حد كان. الخطوه رقم 6، انك بتخبره بايه، حاجه مشتركه ما بينكم، وخصوصا لو كان في دايره قريبه، عيله، اهل، حما، حد قريب، بنت عم، لازم، وخصوصا لو في بيت واحد بقى، ولا جيران الباب في الباب، او زملاء في مكان عمل واحد، لازم نفهمهم الكلام ده. انا مش غير متقبل لاسلوبك في الكلام ورفضه تماما، والاساءه اللي انت عملتها دي انا ببلغك الكلام ده، ولما تهدى وتعرف نتكلم مع بعض بطريقه عقلانيه واحترام زي البني ادمين هنعود الحديث مره ثانيه. لكن لو خطف عرض او تمادى اكتر واكتر، بتخبره غير مرحب بيه في الكلام، لا دلوقتي ولا كده، لما تبقى تتعلم نتكلم زي البني ادمين، الا اذا ادرك اصلا حجم الاساءه اللي هو عملها واعتذر. طيب بسرعه كده، في ردود سريعه جدا جدا لو جه لك موقف ومعرفتش ترد، موقف عادي بس فيه اساءه لشكلك، للبسك، لطريقتك، رد يا والله انت شايفه كده، طب شكرا على ذوقك، والله اكيد ما فيش حد هيجتمع عليه الكون كله، بالراحه كده وبهدوء بالطريقه، وبعدين الارواح جنود مجنده يعني، ما تعرف منها، في ناس بتتالف في كذا، حد جاي ينرفزك، او جاي واحده اصلا متنرفزه، ولا واحده جت قلبت زوجك عليه، ولا حد جاي قلب والدتك وحكى له، حد تاني حكى له حاجه عنك مثلا، وجاي شايط بقى الشخص ده وعمال يجرح كذا كذا كذا، اطلع عليه الايه، وظن داوود انما فتناه وخر راكعا واناب. اسمع من الطرفين، اسمع من الطرفين قبل ما تحكم، وبلاش تهاجمي. بصوا انا ممكن اعذر ردة الفعل لو انا مكانك، لكن عشان سمع من طرف واحد، واحد قال له ده خزقلي عيني وعورها لي، واحد فقع لي عيني، راح التاني لقى فقع لي العينين الاتنين، اسمع من الطرفين بس، من فضلك تسمع ونسمع بعض. طب لو حد فعلا اهانك وشتمك وعلى صوته عليكي، هنا لازم نوقف الكلام نهائي لحد ما نهدى ونتكلم بطريقه ادميه مع بعض كده ونعود الكلام تاني.
الناس اللي بتهاجمك بقى دايما ومش شايفه فيكي حاجه صح، تقول لك ده مش شايفين في اي حاجه حلوه، على طول مبهدليني وعلى طول حاجات سلبيه وعلى طول كذا، واجهيها بالسؤال ده. معقول؟ ياه، ده انا مش، ده انا لو مكانك ما اقدرش اعيش. شايف انا وحشه قوي كده؟ هو انا معقول كل كده؟ وعينك شايفه كل المساوئ دي، كل السلبيات دي موجوده فيا؟ مفيش حاجه حلوه ايجابيه واحده خالص؟ مره في العمر كده حد يقول لي ان فيكي حاجه حلوه وحاجه ايجابيه؟ معقول؟ رجعها لنفسها تفكر، تعمل كده فيدباك. ما انا من عقليها. صحيح، هو انا ليه بقول لها دايما سلبي 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 سلبي؟ خصوصا الكلام ده مع الاهل يا جماعه وصله القرابه، ده بينفع مع الناس اللي على طول دايما بتغلط فيك وبتجرحك وانت هم اللي صح وانت اللي غلط اصلا. دول يترد عليهم بحاجه واحده بس، اعمل اللي انت مقتنع بيه. انت مقتنع بده خلاص، ده يلزمك، ما تلزمنيش بيه ولا تلزمني بمعتقداتك. لا، ده فكرك انت ومعتقدك انت، بدون تجريح وبادب وباحترام، وانا رافض تمام انك تهني او تسيء الي او تجرحني. طب لو انت مش قادره تردي، شوف انا جايبه لك كل الحاجات، مش عايزه اخلص الحلقه لما اجيب لك كل حاجه عشان ما تقعديش تقولي انا ما اعرف. لا، انا خلصت لك كل المحاور. لو انت مش قادره تردي، تجاهل وابعدي عن الناس. في ناس كده عندهم سموم للكلام، سموم للفعل، يسمم بدنك ونفسيتك كلام، يعني بيقعدوا كده يقول يعني سبحانك يا رب. انا بقول للناس دي ما تقف مع نفسك، يعني ما تقف مع نفسك وحاسب نفسك على الكلام اللي بتقوله ده، ولو تقولها حتى بلغه طيبه يعني، او كلمه طيبه. طيب ما بيقولوش. اوصيكم بعدم الاهتزاز، انك تبقي مهزوزه وانت تتكلمي، او مش متزنه، وانفعلتي وغضبت ضيعت حقك. وخلي بالكم من الكلام ده، والنساء فاهمه الكلام ده. لما حد يستفزك ما تعطيهوش الفرصه ولا تعطي رد فعل علشان هو عمل فيكي كده. لا، تعرفين من الردود بتاعه زمان كان يقولك ايه؟ لو واحد شتمك ولا زاد ولا كذا وبتاع، تجاهله. يقول لك يعني لو استمر والكلام ده خلاص، لو طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. فاكرين زمان؟ او نطبق نظريه، ده برضو ممكن حل، نظريه السالب والموجه. لو كان هو سالب انا موجه، انت قدامي سالب انا خليني موجه، اتصرف تصرف ايجابي. ما تستجيبيش للاستفزاز اللي قدامك، استجابتي هتنزل مستوى، هتغلطوا ببعض خلاص. لا، احنا عايزين نوقف الامر ده. خدي نفس قبل الرد، تمام كده؟ اعملي زي ما قلت لك مخرج الحرف لام كده، طرف اللسان في اعلى سقف الحنك، طرف الثنايا العليا. اتحرك مسافه على الاقل 10 20 سم من المكان اللي انا فيه عشان ادي فرصه لنفسي اتزن واعرف ارد. الرساله بقى صراحه لكل شخصيه مستفزه، ها، شخصيه بتهيني الناس وبتجرح الناس وبتسيء للاخرين، وفاكرين انا مش بنقول كده ده حق. اقفوا مع نفسكم يا جماعه، وقف اتفرج على نفسك كده، انت راضي عن نفسك وانت بتعمل كده في اللي قدامك وتاذي غيرك؟ واعرف ان الكلمه اللي بتقولها ممكن تجبر بيها قلب مكسور، او تعطي بيها امل لحد يئس من دنيته ولا من حياته ويعيش ويدعي لك، بدل ما تهد بيها قلوب واشخاص وتوصلهم للانتحار. تذكروا ان العبد لا يقول الكلمه لا يلقى لها بالا تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. الكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه. اوعي تسمحي لحد ابدا، واختم بالكلام ده، اوعي تسمحي لحد انه يؤذيكي بكلمه، اوعي تسمحي لحد انه يتعدى عليكي او يهينك او يجرحك. وقفي كده عند وقفي كده كل واحد عند حده، وصلى الله سبحانه وتعالى يا رب ان يكف عنا وعنكم اذى الخلق اجمعين اللهم امين. عارفه ان انا طولت، امر طبيعي.